نبدأ في البسارية وقولي لي بقى، يعني أنا لسه كنت بقولك أنا ما بعرفش أكلها. دي جميلة جدا. يعني تتاكل يعني ازاي دي؟ بصوا لو هي الكاميرا، بصي جايبها، بصي جيب الكاميرا كده عليها. لو هي الأصغر من كده تتاكل بالدماغ، لكن ديت ما شاء معنا الله. معانا كاميرا هنا؟ أنا أوريهم. بصوا اثبتي بإيدك بس. الدماغ أهي، بنروح جايين من عند الدماغ شايلينها كده. فاصلين. ليها مزاج ديت في الأكل. بس ده ده بعد ما يستوي؟ ده اللي معاكي يا عيني هتلاقيه بيتاكل، ودي بتترمي البطن بتاعتها هي. بصي هي خالته، يعني بصوا اهي، يعني انا بقول ازاي بناكل البساريه دي. دي جميله جدا. خالته هيبقى عباره عن قطعتين اهو، شايفين اهو اهو لحم اهو برضو. انا كنت متخيله ان ده مش لحم، ما بيتاكلش، يعني قاعده اقول ده عبال ما بيتخلل ده هيبقى ايه. وفي ناس بتقليه، يعني في ناس بتقليه وتاكله، صح؟ حاجه تانية دي بتقرمش وبتبقى جميل، بتعمل بدقه تو. ارميها؟ هتطلع لنا الاثنين نرمي؟ ما نرميش. طيب. ده امي لو سمعتني وانا بقول ارميها هتدور. بصوا بقى، بس انا وانت طيبه يا حاجه. خليه دلوقتي ديت البساله غسلناها وصفيناها كويس. اهم حاجه في التصفيه في الميه انك تخلصي من ميتها عشان ما تعفنش منك وحيطها تطلع منك بعد اول يوم تمليه. ايوه، يعني لازم نغسلها كويس ونصفيها كويس. بالظبط، لان في ناس اصلا لغايه دلوقتي مقتنعه انها ما تتغسلش، وبيخلوها من غير ما يغسلوه. ايوه انا سمعت، اتفرجت على كذا حد فعلا بيعملها كده. لا لازم. بصوا بقى البابريكا ديت انا بفضلها على البسالة. ليه بقى؟ عشان اللون والشكل السوق ده كله في الاخر بيبقى سوس، وهتاكليه في الاخر. أيوة كل اللي نازل. انا عايزه اشتغل معاكي عشان يلا انا بيبقى. مش متعوده اقف، انا بحب اشتغل. قولي لي هتعملي ايه؟ هنعمل ايه هنا؟ قولي لي. وانا هحط الملح. قلبيها بقى، نقلب كده، نمسك بقى ايدينا في الملح الناعم، لان زي ما قلتي عشان ما يحدقش جامد. وده بقى يعني خفيف خالص، ده رقيق ناعم جدا. ودوت ايه 3 4 بس كده بس 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 منه. تحت نزل ملح. لا خلاص نستكفى بهذا القدر من الملح، اما عشان دول بتوع شم النسيم بتوعي. عشان بتوعي. خدي دول بقى. ايه ده بقى؟ ده فلفل. ليه بقى بيعمل ايه الفلفل؟ بيدي حاجات حلوه كده في الطعم. ماشي، احنا اللوري خلصنا، ممكن ناخد دول بس. ابدا بقى اشيل في ال، استني، ممكن ناخد واحده من هنا. ايه دي؟ واحده فلاور. خدي واحده فلاور دي، تبقى جامده قوي معايا. هاتوا ومش هاتوا. ننجز على طول وقتنا. بس كده، بس كده. اقلب هنا بقى. اتفضل حضرتك معايا. بصي شكلها دي تتاكل بعد يوم اصلا. هي دي اصلا انا عايزه اكلها دلوقتي. والله مش فاهمين. والله تتاكل بعد يوم. بصي شكلها بعد التمليه. ايه الجمال ده؟ بس كده. ايوه ديت بقى، تسلم ايديكم. يومين اهو، ونقفل عليها كده يومين اتنين ونبدا ناكل. يعني دي ممكن نعملها قبل العيد بيومين اتنين بس. تمام، ايه رايكم؟ اهو تالت حاجه اهي، ام مكه عملتها معانا دي البساريه، ما حطيناش عليها. طب ما تجيبي حبه زيت. ما احنا قلنا الزيت، قلت لي لا. دي لا، دي لا. زيتي فين؟ زيتي الرشه كده، عشان في الاخر لما تطلعيها بقى. اللهم اني صايمه. ايوه دي بالمعلقه كده. الله، احنا هنفطر. شكلها رهيبه. الدنيا كلها هنا مش قادره اقول لكم، مش قادره تقف. كل الاستديو بيحب الفسيخ والحاجات دي. ما نحطلهاش بقى ليمون ني، عشان المراره، الليمون قشره بينزل مراره. ايوه، فهتضايقك في التمليح، ما تحطيش ليمون. لا انا شايفه لحد دلوقتي ان ممكه بتقول حاجات بسيطه وسهله، ما مش شايفه فيها. مع ستات بيوت ممكن واحده تقول لك صح، طب انا ما عنديش منديل اناشف الفسيخ. بسطيها يا ماما على نفسك. لا صح، بسطيها على نفسك. ممكن نعملها باي حاجه. وسيبيه سيبيه الصف، يعني سيبيه فتره طويله يتصفى زي ممكه ما قالت. فعلا منديل هتظبطي الدنيا، ومش هتبقي محتاجه المناديل.